زميل العزيز الدكتور خالد العنانى الاستاذ الجامعي الجليل ووزير السياحه والاثار السابق لمنصب مدير عام منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه او اليونسكو للفتره اللي هتبقى تبدا من 2025 الى 2029 والحقيقه هذا الترشيح جاء نتاجا لما خلصت اليه اعمال اللجنه الوطنيه اللي كانت حقيقه تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنه 22 وضمت ممثلين من كل الوزارات المعنيه لدراسه فرص فوز مصر بهذا المنصب وتحديد المعايير لاختيار افضل المرشحين والحقيقه قد خلصت اللجنه في ختام اعمالها الى ترشيح الاستاذ الدكتور خالد العناني للمنصب وهو ما تم اعتماده اليوم في جلسه مجلس الوزراء والحقيقه طبعا يعني اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع بياتي استنادا للمؤهلات التي يحوزها وانجازاته الاكاديميه والتنفيذيه الملموسه في مجالات عديده، فضلا عن اسهاماته الكبيره والقيمه على الصعيدين الوطني والدولي. في مجالات العلوم والتربيه والثقافه والتي يعني تعد نتاج لخبراته اللي تمتد لاكثر من 30 سنه. في مجالات التدريس الجامعي والبحث العلمي وعلوم المصريات والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف طبعًا أنشطته وإسهاماته بالعديد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية العلمية سواء داخل أو خارج مصر. و يعني اسمحوا لي طبعًا إن بيعكس الترشيح المصري خصوصية العلاقة اللي بتجمع مصر بمنظمة اليونسكو. والتي يعود تاريخها طبعا للاسهامات المصريه في صياغه الميثاق المنشئ للمنظمه والتوقيع عليه في عام 1945 مرورا بالحمله الشهيره لانقاذ معابد النوبه والتي تعد بمثابه اكبر قصه نجاح للمنظمه فهي تجربه فريده الهمت المجتمع الدولي وحشدت ارادته السياسيه لصياغه احدى اهم الوثائق القانونيه الدوليه ذات الصله وهي اتفاقيه اليونسكو لعام 1972 الخاصه بحمايه التراث الطبيعي والثقافي والتراث المصري الحقيقي الحضاري والثقافي والاثري والفكري والعلمي الثري والمتنوع عبر العصور والذي شهد التاريخ القديم والحديث للحضاره الانسانيه على دوره الرائد في تشكيل وجدان الانسانيه وغنى ارثها المعرفي والعلمي ده كله بيدفع مصر الحديثة للمضي قدما في استكمال مسيرتها التنويرية, التنويرية وإسهاماتها في مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمي من خلال ما نمتلك الحقيقة من مؤسسات تعليمية عريقة سواء من مدارس وجامعات ومعاهد بيلتحق بها سنويا ملايين الطلبة والباحثين المصريين والأجانب وتخرج فيها علوم علماء ومثقفون في مجالات شتى حصد العديد منهم الحقيقه جوائز علميه وادبيه مرموقه على راسها جائزه نوبل، تقديرا لاسهاماتهم الجليله والبارزه في مجالات العلوم والاداب بمختلف تخصصاتها. الحقيقه كمان ايضا غني عن البيان ان مصر تولي اهتمام خاص باليونسكو، وتقوم بدور نشط وفعال في المنظمه منذ عقود، فقد ساهمت خاصه خلال السنوات القليله الماضيه في صياغه العديد من المبادرات الدوليه والاقليميه التي تقع في اطار ولايه المنظمه والتي تهدف الى اعلاء قيم احترام الاخر والتعايش السلمي بين الشعوب كما تقدمت مصر بالعديد من القرارات الهامه في مجالات حمايه التراث المادي وغير المادي. ففيما يتعلق بمحاربه الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافيه نجحت مصر في نوفمبر 2019 خلال فتره رئاستها للجنه الفرعيه لاتفاقيه عام 1970 في اعتماد يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمحاربه هذه الظاهره. وساهمت مصر كذلك عام 2020 في اطلاق برنامج رائد لدعم احقيه الدول الافريقيه في استرداد كافه ممتلكاتها الثقافيه المنهوبه. فضلا عن مشاركتها في صياغة قرارات ومبادرات في مجالات علمية أخرى بالمنظمة وعلى رأسها طبعا القرار الخاص بتفعيل دور اليونسكو في مجال المحيطات والذي صاغته مصر قبيل استضافها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو الكوب 27 اللي مصر كانت استضافتها طبعا العام الماضي وعلى ضوء الحقيقة الاعتبارات السابقة والتي جميعها تعزز من قرار الترشح وتفسر واجهته فيعني الحقيقة النهاردة يعني صدرت التوجيهات لكل الوزارات المعنية لدعم الترشيح المصري وتوظيف الإمكانيات المتاحة كلها للترويج له على النحو الملائم فضلا عن تكثيف التحرك والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة على نحو يعظم من فرص فوز مصر بهذا المنصب الرفيع استعدادا للانتخابات اللي هيبقى مقرر الحقيقه اجراءها بمقر المنظمه بباريس عام 2025. ف الحقيقه احنا كنا حابين ان احنا يعني هذا الحدث المهم جدا ان احنا طبعا نعمل هذا المؤتمر للاعلان عنه وبشكر حضراتكم جميعا ونتمنى التوفيق ان شاء الله للمرشح المصري الدكتور خالد العناني. اتفضل يا دكتور. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معالي وزير الخارجية السفير سامح شكري السادات والسادة الحضور تعجز الكلمات عن التعبير عن فخري وباختياري مرشحا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وعن انتنان الدولة المصرية التي منحتني ثقتها الغالية للترشح لهذا المنصب المرموق أدرك جسامة مسؤولية هذا الترشيح لا في ضوء الدور الذي يقع على عاتق اليونسكو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإنسانية التي تواجه تحديات غير مسبوقة فما زال هناك عشرات الملايين من الأطفال في العالم لا يتلقون التعليم كما يعاني التراث الثقافي المادي وغير المادي والتراث الطبيعي من تحديات عديدة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث مثل التغيرات المناخية بالاضافه الى عدم استفاده البلدان الاقل نموا من القفزه الهائله في مجال التكنولوجيا والابتكارات حول العالم. ان العالم اليوم بحاجه ماسه ربما اكثر من اي وقت مضى الى الحوار والتفاهم ونشر ثقافه التسامح وتقبل الاختلاف وقبول واحترام الاخر. ونبذ العنف والكراهيه والتعصب والتمييز. وتعزيز التنوع الثقافي وسد الفجوه العلميه والتكنولوجيه الهائله. ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بإتاحة المعرفة والتعليم الجيد والمساواة والابتكار والسلام والعدل وإنه لا يشرفني أن أضع خبراتي الأكاديمية والتنفيذية في خدمة المنظمة وأهدافها النبيلة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بوجدان كل مصري ومصري عبر ألاف السنين منذ فجر حضارتنا المصرية العريقة وحتى يومنا هذا هذا الوجدان الذي يعلي من قيمة السلام ويقوم على الوسطيه والاعتدال، ويمزج بين الهويه العربيه والافريقيه، وبين التراث الاسلامي والمسيحي واليهودي. فانه من الطبيعي ان يحدو هذا المزيج الفريد ببلادي نحو التطلع الى الفوز بهذا المنصب الدولي الرفيع، اعترافا بتراثها العريق وتقديرا لاسهاماتها الحضاريه والثقافيه والفكريه والتنويريه. ختاما لا يفوتني ان اتوجه الى دوله رئيس مجلس الوزراء. بالشكر على الجهد الذي بذلته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للإعداد المبكر لهذا الترشح على نحو يعكس الأهمية التي توليها مصر لهذا المنصب الرفيع وكل ثقة في الدعم الكامل الذي ستوفره كافة مؤسسات الدولة لهذا الترشيح لحصول مصر على هذا المنصب الذي سيمكنها من الاستمرار في أداء دورها التثقيفي والتنويري وإرساء قيم السلام والعدالة ومد الجسور بين الشعوب شكرا دولة الرئيس شكرا يا فندم